السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ان شاء الله معاكم بألف خير وسلامة. ان شاء الله يا جماعة، فيديو النهاردة النهاردة هعرف معاكم على النسخة الجديدة من برنامج كيم ماستر ل 2019. طبعا يا جماعة، النسخة ديت فيها مميزات كتيرة جدا، وبصراحة مميزات تبهر أي شخص في المونتاج على التليفون. طبعا يا جماعة، المميزات دي كلها هنتعرف عليها، والنسخة ديت هسيب لكم رابط التحميل بتاعها في صندوق الوصف بتاع الفيديو. طبعا يا جماعة، مميزات النسخة ديت المفروض يا جماعة دلوقتي هنتعرف عليها دلوقتي. طبعا يا جماعة، ضافوا صور كتيرة جدا. دخلنا مثلا دلوقتي هنا الخلفيات العادية اللي عندنا، تمام. طب يا جماعة، هاخد مثلا هنا أي فيديو أنا بعدل عليه، مثلا ليكون هذا الفيديو. في يا جماعة، الفيديو طويل جدا قد ايه ده يا جماعة. أول حاجة التحكم في السرعة. طب يا جماعة، هنا السرعة بقت التحكم فيها كبير جدا، بقى تحكم خرافي، بقى تقريبا من أعلى البرامج على الأندرويد تقدر تخليك تتحكم في السرعة. شايفين يا جماعة، سرعة 8x، يعني 8x وأعلى، يعني شايفين. أنا طبعا هنا شايفين 12.5 حاجات كده يا جدعان، احنا انت المفروض أصلا تستغرب لحد 16x. انتوا متخيلين يا جدعان؟ متخيلين حاجة زي كده؟ دي طبعا حاجة ملعانة، حاجة فعلا ممتازة. يعني شايفين يا جدعان دلوقتي الفيديو في 16x. خلينا يا جدعان نشوف الفيديو. شايفين يا جدعان الفيديو قد ايه، على التجربة فيه قد ايه. شوفوا دلوقتي الفيديو، تعالوا اسمعوا دلوقتي يا جدعان كده. ممكن مثلا يا جماعة ان انا مش عايز اعدل في السرعة، خلي مثلا ايه كتم الصوت، انا عايز اكتم الصوت، خلي مثلا يعدي كده. ماشي يا جماعة. والتحكم في السرعة، خلينا نشوف الحفاظ على النغمة مثلا. يا جماعة، النغمة ديت هي الصوت اللي بيطلع مننا دلوقتي. ماشي يا جماعة. طب لا تخلي كده. طيب يا جماعة، الميزة اللي بعديها برضو هي انك انت ممكن تضيف اكتر من كرومة في نفس الوقت. ماشي يا جدعان، يعني مثلا ايه، انا عفوا يا جماعة، عفوا يا جدعان، انا دلوقتي يا جماعة ممكن اضيف، يعني عارف ايه، انا مش ده من الاعدادات اهيت. هنشوف دلوقتي يا جدعان قدرات، معلومات قدرات الجهاز. شايفين انتوا، شايفين يا جدعان ان هي اكتر من كروما دلوقتي يا جماعة، زي ما انتوا شايفين اهوت كروما ب 720. قبل كده يا جماعة كنت تضيف كرومات بالجودة ديت، زي ما انتوا شايفين كده يا جدعان، اهي 720 و 400 و 540 بكسل و 160، حاجات فعلا يا جدعان ممتازة. طب يا جدعان، النسخة اللي هسيبها لكم هيكون فيها تعديل فيديو لغاية 4K. يعني طبعا يا جماعة، نسخة جديدة 4K، وانا حاسس ان معايا الجهاز بتاعي ما دعمش ال 4K. فطبعا يا جماعة، زي ما انتم شايفين ده كده الفيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش يا جدعان اللايك والشير والسبسكرايب. فطبعا يا جدعان، رابط النسخة سيبها زي ما قلتلكم تحت الديسكريبشن. هنا برضه يا جماعة، حد اوريكم الانتقالات الممتازة جدا اللي ضافوها. ده مثلا يا جدعان هقف هنا وهقص مثلا كده. خلينا يا جدعان نشوف الانتقالات. حصل على مزيد من الانتقالات يا جماعة، فعلا ضافوا كمية انتقالات جديدة خرافية، وخطوط وصور وستيكرز وحاجات كتيرة جدا يا جدعان. ففعلا هتفيدك جدا لو انت حابب مونتاج او عايز تعمل حاجة زي كده، هتفيدك جدا يا جدعان. فغير كده يا جدعان، تعليق السرعة ديت حاجة، زمان لما كنت عايز اعلي سرعة كنت لازم اخش على البرنامج الباور دايركتور عشان اعلي السرعة، بعدين ارجع للمونتاج تاني في كيم ماستر، عشان كانت حاجة صعبة جدا يا جدعان. تمام يا جدعان، بس عفوا عشان النت عندي بطيء شوية. فبس كده يا جماعة، زي ما شايفين اهوت، اتحمل معانا. طيب يا جماعة، هتلاقوا هنا حاجات كتيرة جدا في النسخة ديت، فحملوها من الرابط اللي في الوسط يا جدعان، هسيبها لكم رابط التحميل بتاعها مباشر بدون أي اختصار رابط ولا أي حاجة. فبس كده يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش يا جماعة اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة. وإن شاء الله